وعبد نبيب سكين شنو ذنبه؟ كيفاش شنو ذنبه؟ حتى تخلطات كسدتو في دماغ سيادو عاد كتقولي لي دابا شنو ذنبه؟ راجلي عبد النبي راجل، وانا قدام ناس الحومه كاملين مرت الراجل مولفه معاه بالهنا، والحمد لله على الخبز بدرهم وزيتون كحل. عدات الخبز ندوزها بدغمات الزيتون ونقول الحمد لله شبعت. واختي انت مالكي حاضر؟ انا مالك؟ اش درت لك انا واش دار لك عبد النبي؟ وراه حيت ما كديروا والو فوق هذه الكره الارضيه غير معمرينها بلا حتى شي فايده، وكتجيو تحاسبوا معنا حنا مع سيادكم علاش هزيتوا الحجر وعلاش حطيتوا الحجر. الا لا، حنا كنهزوا ونحطوا في هذا الحجر باش بحالكم ديروا ليه الطريق منين يدوز. داكويردو ستوب. هادشي اللي شفتو ماشي حقيقه، هذا مشهد تمثيلي، وهادو جوج ممثلات كيمثلوا لكم مشهد مسرحي كيحاكي الواقع باش يوصل لكم واحد الرساله عبر الاحساس ديالهم والصوت والجسد باش نتوما تمتعوا معانا. ما يمكنش يدوز شي عرض مسرحي بدون ما يكون فيه ممثل، وحيت الممثل هو اللي كتكون عنده علاقه مباشره مع الجمهور خلال العرض المسرحي. تن 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 تن. صاحبي امشي تا صاحبي صاحبي صاحبي. كورونا التباعد التباعد، فكرتيني في كورونا والتباعد، فين بعدتي عليا خليتيني بوحدي في الغابه. علاش دائما كتخاف بوحديتك؟ انا راني مشيت تبعت واحد القرد طلع واحد الشجره طويله، هو تما هبط تابعني وانا غادي نهرب ليه، بقيت هربني وانا نلقى واحد الواد وانا نلقى تابع داك الواد، تبعتو دخلت فيه واحد الدور فان كبير. صاحبي صاحبي ماشي صاحبي. المشهد اللي شفتو دابا نقدروا ندرجوه في مسرح التاتو. الممثلين كما شفتو كيعتمدوا على الجسد ديالهم، الجسد اللي هو الصوت الايماء الحركه، ولكن مورا هذا الجسد هذا كاين دماغ بنيه نفسيه ذهن هو المسؤول عن تحريك هذا الجسد، ونقدروا نقسموه لثلاثه المحاور: الذاكره، الخيال، والاحساس. الكاتب المسرحي الانجليزي الشهير ويليام شكسبير كتب واحد النص مسرحي مشهور العنوان ديالو هاملت. البطل ديال هذه المسرحيه في واحد الحوار كيقول: To be or not to be, this is the question. اكون او لا اكون، تلك هي المساله. فرح: اكون او لا اكون، تلك هي المساله. غضب: أكون أو لا أكون، تلك هي المسألة. حزن: أكون أو لا أكون، تلك هي المسألة. شر، حشومة، أساطير سحر بشر، وتيقاشي بعد شي.